قبل أيضا أن أنتقل إلى نقطة أخرى، هل القضايا التي ترفع في هذه المحاكم المختصة تكون أسرع بحكم الواقع العملي لك دكتور، أسرع في إصدار الأحكام من المحكمة العامة مثلا؟ حقيقة هناك بعض المحاكم يعني تسرع في الحكم بشكل ملحوظ، مثل المحاكم الإدارية، محاكم الجزائية، هذه يعني قضايا واضحة يعني عندهم الإسراع في البت في القضايا. جميل. ولا شك أن طبعا وهناك قضايا أقل يعني الأحوال الشخصية بحكم الممارسة العملية ليست كسرعة مثلا المحكمة الجزائية بشكل عام. طبعا تختلف من قاضي إلى قاضي، المحكمة الجزائية أكثر سرعة من المحاكم الأحوال الشخصية، المحاكم الإدارية أيضا سريعة في الإنجاز، المحاكم العامة تكاد تكون هي الأبطأ بين هذه المحاكم، ولعل هذا يعود إلى سبب وجود التنوع في المحاكم العامة، لا زالت فيها تنوع. الآن حسب النظام الجديد القضايا المرورية، القضايا العقارية، القضايا المدنية، الأنواع الأخرى اللي تكون مثلا مداينات أو قروض أو رهن أو غير على ما ليس عقاب، كل هذه تدخل في المحاكم العامة.